war sie damals, ne? هذه هي كما كانت في ذلك الوقت. كنا في العشرين من عمرنا. كانت جذابة وخجولة. كم أردت أن أكتب إليها؟ لقد كان فتى وسيما وأخلاقه حسنة، لذلك لم أتردد في إعطائه عنواني. كنا بمرحلة الشباب وأردنا رؤية بعضنا ثانية. صرخوا قائلين خنازير روسية وأفاعي روسية، وبما أني روسية كيف أستطيع البقاء؟ لم أعلم ماذا علي أن أفعل أو إلى أين أذهب أو إلى جانب من أقف، لكنني تجاوزت الشعور بالخوف. فبعد كل ما رأيت لا شيء يمكن أن يهزني بعد الآن. في عام 1968 أنهى صيف من العنف الاستقرار السياسي في تشيكوسلوفاكيا، وانقسم العالم إلى كتلتين. أوروبا كانت في قبضة الحرب الباردة. في الربيع تم زرع بذرة الأمل لإقامة نظام اشتراكي بوجه إنساني، لكن حالما ولدت تم خنقها بقوة الدبابات. حركة ربيع براغ شقت الطريق أمام عصر جليدي جديد عندما اقتحمت الدبابات المدينة. صور طالب السينما جوزيف راج ذو 26 ربيعا مدينة براغ لمدة أسبوع. نقلت صور اليوم الأول شجاعة الشعب، لكن صور الأيام التالية نقلت خوفه. خلال الأشهر اللاحقة ظهرت صورة لأمة مشلولة، وأصبح راج مؤرخ أكبر جريمة عنف اقترفت في قلب أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. حين ذاك حاول المصور الشاب إظهار الرعب والبحث عن الأجوبة في وجوه الضحايا والجنات. حتى بعد 40 عاما لا أزال أتذكر ذلك بوضوح. في 21 من شهر أغسطس استيقظت إثر ضجة مروعة، ضجة طائرة وسيارات مصفحة. هرعت إلى مركز المدينة لأجد الدبابات السوفيتية. التقطت حينها مئات الصور للناس والكثير من الجنود وألسنة اللهب ومشاهد البؤس والألم. صورت أي شيء كان مؤثرا. تلك الصور ذكرتني بصور نهاية الحرب العالمية الثانية التي رأيتها في الأفلام والكتب. في عام 1945 حررت الدبابات الروسية المدينة الذهبية من النازيين، لكن بعد 23 سنة عاد السوفييت بدباباتهم ولكن كقوة محتلة. جاءت حركة ربيع براغ بعد ديكتاتورية سوفيتية كانت مرفقة بالرقابة والدعاية والتطهير السياسي والمحاكمات العلنية المخيفة، وكانت ديكتاتورية مختلفة عن ديكتاتورية النازيين، ولكن كان لها التأثير ذاته. فمخيمات التأديب السياسي وعمليات الإعدام كانت مقوما أساسيا عند السوفييت حتى نهاية عهد ستالين. كان ييري دينشبير محررا مسؤولا في الإذاعة في ذلك الوقت. بعد 3 عقود وفي ظل أول حكومة حرة في أواخر الثمانينيات، انضم المصلح الشيوعي إلى وزارة زميله المعارض السابق فاكلاف هافيل. لم يكن يسمح لنا إلا بنشر أخبار توافق عليها وكالة الأنباء التشيكوسلوفاكية، ولم يكن يسمح بنشر أنباء إلا من وكالة الأنباء السوفيتية تاس. كنا نمزح قائلين يجب أن تنتظر الأحداث إلى أن يصلنا تقرير وكالة تاس. بعد 10 سنوات من سقوط حكم ستالين، ظلت براغ تحت حكم أنتونين نوفوتني ذي النمط الستاليني.
وفي بداية عام 1968 استبدل بسكرتير جديد للحزب وهو ألكسندر دوبتشيك، والذي كان شخصية معروفة وكان يتمتع بدعم القيادة السوفيتية وبثقة الأمة. ألغيت الرقابة وعادت حرية الصحافة، فبرنامج دوبتشيك الإصلاحي كان سريع النهوض بالوعي الشعبي وفاز بدعم الشعب في كل أنحاء البلاد. بعد 20 عاماً من الشيوعية الخانقة تنفس الشعب الصعداء متطلعاً إلى اشتراكية جديدة لها شكل إنساني. لفترة قصيرة أصبحت تشيكوسلوفاكيا مكان التقاء لأشخاص ينتمون إلى كلا جانبي الستار الحديدي، وتحرك الأمل حول العالم. أصبحت مقدمة أخبار تلفزيونية في أوائل أيام التلفاز، حتى إنهم قالوا إني المذيعة الأولى في أوروبا، فقد كان الذكور في ذلك الوقت يهيمنون على تقديم الأخبار التلفزيونية. وفي عام 1968 لاحظنا أن الأشياء بدأت تهدأ في التلفزيون، فكل العاملين في الإعلام شعروا بشيء من الراحة. ففي البداية كان علينا أن نعمل مع مراقبي الأنباء، وهم مراقبون يتجولون في غرفة الأخبار ويحملون أقلاماً لا ترحم، تحرم أحياناً نشر مواد إخبارية كاملة. لكن شيئاً فشيئاً أصبح المراقبون أكثر ليونة ومنطقية، أصبحت رقابتهم أقل، حتى إنهم كادوا لا يحجبون قصة إخبارية كاملة. بحلول ربيع عام 1968 أصبحت القوانين مريحة تماماً وكنا سعداء، كان وقتاً رائعاً بالنسبة لنا. كنت صغيرة جداً آنذاك، لكنني ما زلت أحب مدينة براغ كثيراً وأشعر بالبهجة كلما فكرت فيها. عندما تحدثت عن براغ بعد عودتي إلى وطني أوكرانيا لم يصدقني أحد. كل ذلك كان قبل 40 عاماً، ولكن كما يقولون الحب الحقيقي يدوم إلى الأبد. قبل 40 عاماً كنا نحن الاثنان هنا في براغ. هوبرت والمدينة ظلا معي في عقلي وقلبي. التم شملهما بعد 40 عاماً. ليو بالياشينكو من أوكرانيا وهوبرت شفايتسر من ألمانيا اجتمعا ثانية في براغ في ربيع عام 2008. في الستينيات جاء هوبرت البالغ من العمر 19 عاماً من ميونخ، وتحديداً في 20 أغسطس عام 1968، أي قبل يوم من الغزو، جاء إلى براغ دون خوف. أراد أن يتعرف بتلك الشابة الجميلة التي تقيم خلف الستار الحديدي. الدفء السياسي في براغ أتاح للحب الازدهار عبر الحواجز، لكن قصة الحب كادت أن تنتهي بمأساة. كان ييري منسل طوال عقود أكثر مخرج مسرحي وسينمائي ناجح في تشيكوسلوفاكيا، وأصبح مدير أشهر المسارح في براغ. في كل أعماله سلط منسل الضوء على الأناس العاديين مع طابع بسيط من الفكاهة، لذا غالبا ما كان في نزاع مع النظام السياسي. بالنسبة للنظام البيروقراطي كان يعد من أتباع حركة ربيع براغ. الرئيس لودفيك سوفوبودا يهنئ المخرج ييري منزل البالغ من العمر 30 عاماً على فوزه بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. حصلت على جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي لعام 1968، لكن هذا لم يجعلني مشهوراً جداً، لأننا كنا تحت ظل حركة ربيع براغ هنا. كانت آمالنا كبيرة، حملنا آمالاً بالحرية وبسيادة نظام لا يكون رأسمالياً بشكل إجرامي ولا اشتراكياً بشكل غبي. كنا نأمل بتحقيق نظام جيد يجمع بين الاثنين، ولأنني كنت أحمق فقد صدقت ذلك. Thank you.
في مارس عام 1968 حثت الأخوة الاشتراكيون دوبتشيك على تأييد النظام السياسي القديم، وأتبعه الشيوعيون المصلحون اتهموا بتمهيد الطريق تدريجياً لثورة مضادة. وفي سلسلة من الاجتماعات التي انعقدت في موسكو ووارسو وبرلين الشرقية، أطلق الحكام الشيوعيون تهديدات صريحة. حينها رفض دوبتشيك أي تدخل أجنبي. بريجينيف دعا إلى إزالة المصلحين من المناصب السياسية الرئيسية وإعادة سيطرة الحزب على الإعلام. أجرى حلف الاشتراكيين مناورات عسكرية فوق تشيكوسلوفاكيا، ووضع دوبتشيك تحت ضغط نقاشات لا تنتهي. ذلك الرجل المتسامح من براغ شعر أنه حوصر في الزاوية. في ألمانيا الشرقية كان فالتر أولبريخت لا يزال في السلطة. كان متعصباً لسياسة ستالين، ورأى أن أفكار دوبتشيك التحررية من فعل شيطان الرأسمالية. قاد أولبريخت الاحتجاج ضد حركة ربيع براغ، وكان له حلفاء بين الجنرالات السوفييت، وبدأت الدعاية المناهضة لدوبتشيك تزداد حدة. مواطنو جمهورية ألمانيا الديمقراطية يشعرون بالراحة عقب المحادثات في براتسلافا بين الحزبين الشيوعي والعمالي في الدولة الاشتراكية. المحادثات تثير إمكانية رفض وهزيمة القوى التي تعادي الاشتراكية في جمهورية تشيكوسلوفاكيا. عبئ جيش أولبريخت بسرعة، حيث تأهبت فرقتان عسكريتان من الدبابات لاتخاذ إجراء عسكري على الحدود مع تشيكوسلوفاكيا الحليفة. العدو الوقح حاول تسديد ضربة إلى براغ، لكن رهانه محكوم بالفشل، لأننا مسلحون ومستعدون. بعقولنا المتقدة، بالذكاء، سننتصر حتما، وقريبا جدا ستهب ريح منعشة جديدة من الشرق إلى الغرب. لكن الجيش الوطني الشعبي لم يحصل على فرصته، وضاع نشيده الحماسي في غياهب النسيان. وقرر بريجينيف إيقاف حركة ربيع براغ بالقوة، ولكن قبل يوم من موعد الغزو ألغت موسكو أمر تحرك الجيش الوطني الشعبي. بعد 30 عاما على الاحتلال النازي لتشيكوسلوفاكيا، كانت الدبابات الألمانية التي دخلت براغ أكثر تحريضا. حاول السوفييت جعل أولبريخت يفهم، ولكنه لم يسامح بريجينيف على توبيخه الواضح. القوات الاشتراكية أصبحت ناشطة أكثر. زار تشيكوسلوفاكيا وزير الدفاع السوفيتي وواجه أسئلة جريئة من مراسلة تلفزيونية. هناك من يتوقع غزوا محتملا من السوفييت، بماذا تعلق؟ غير معقول. غير معقول؟ إنها فكرة مضحكة، حقا مضحكة. إنها الساعة 1:55 صباحا. أعزائي المستمعين، نرجو منكم الإنصات لهذا الإعلان الهام الذي سندلي به. إنها رسالة خاصة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. يا شعب جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية، في يوم أمس الموافق 20 أغسطس من عام 1968، وفي نحو الساعة 11 ليلا، عبرت فرق تابعة للقوات المسلحة السوفيتية والبولندية والألمانية الشرقية والمجرية والبلغارية حدود دولتنا جمهورية تشيكوسلوفاكيا. أصبح مبنى مهجور في مطار براغ مركز قيادة الغزو، وحطت كثير من الطائرات على الأرض، كما زحفت فرقة مظلية نحو مقر الحكومة والوزارات ومراكز قيادة الحزب ومركز البث التلفزيوني، وهي الفرقة ذاتها التي كانت فعالة في قمع التمرد في بودابست عام 1956. اعتقل الجنود المظليون دوبتشيك وأعضاء مهمين في الحكومة، لكن الحكومة أمرت قواتها بعدم التحرك. 500,000 جندي أرسل لاحتلال هذا البلد الصغير بدبابات تفوق في عددها الدبابات التي أحضرها هتلر عندما هاجم الاتحاد السوفيتي عام 1941 ب800 دبابة.
خلدت للنوم عند منتصف الليل، وبعد 5 دقائق تلقيت مكالمة من الإذاعة يخبرونني فيها أن الروس احتلوا البلاد. لم أصدق ذلك وقلت إن الوقت غير مناسب للمزاح، لكن المتصلة كانت مصرة. قالت ألا تسمع صوت الطائرات؟ وبالفعل سمعت هديرا مدويا ورأيت أعدادا هائلة من الطائرات تحوم فوق مدرجات براغ. صرخت قائلا سأكون هناك خلال ربع ساعة. ارتديت ملابسي بسرعة وذهبت خلال نصف ساعة. كان هناك بين 200 إلى 300 شخص في محطة الإذاعة. في 21 من أغسطس قرأت الأنباء المسائية، ثم عدت إلى البيت ونمت، وعند نحو 3:30 صباحا أيقظني صوت الهاتف. كان ييري دينسبير وآخرون في محطة الإذاعة. أخبرني أن الروس احتلوا البلاد. هرعت إلى محطة التلفاز، وفي الطريق رأيت الجثة الأولى. كانت جثة صبي صغير خارج المبنى الذي تجتمع فيه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. كان مشهدا مروعا. لم يكن برنامجا تلفزيونيا إخباريا عاديا في ذلك اليوم. كنا نبث المعلومات ببساطة ونخبر الناس عن مكان الجنود والحرائق وأماكن إطلاق الرصاص وعن الأماكن التي لا ننصح بالذهاب إليها. لم أكن خائفة، بل كنت غاضبة جدا. كنت قد خلدت للنوم توا عندما رن الهاتف وقال صديق لي الروس هنا. كانت صدمة كبيرة طبعا. قدت سيارتي عائدا إلى المدينة، وحينها رأيت السيارات الروسية المسلحة والجنود الروس على جانب الطريق. لاحظت فجأة أن المدينة تشبه ما كانت عليه عندما وصل الألمان عام 1939، وهذا جعل القشعريرة تسري في جسدي. شعرت بالاختناق والحصار وفظاعة ما تستطيع أمة كبيرة أن تفعله بأمة أصغر. كان ذلك مقززا. براغ كانت مدينة قدري. كل شيء جربته مطبوع في ذاكرتي حتى بعد مرور 40 عاما. كانت هناك مشاكل مع العائلة المضيفة التشيكوسلوفاكية. لن أنسى أبدا كيف تصرف الجميع. كان ذلك مروعا. كانت فيرا عدائية، وبدأ توماس يصرخ قائلا إنه سيقتلني. انفجرت فيرا باكية وطلبت منا الذهاب. وقرر هوبرت أنه لم يكن أمامنا خيار آخر، لذا تركنا العائلة وهرعنا إلى مركز المدينة. أليس هذا هو مركز البث؟ لا، ليس هذا، ذاك الذي هناك. تلك هي الشرفة هناك. الطابق الأرضي، الطابق الأول والطابق الثاني، هناك حيث توجد 4 نوافذ إلى اليمين. ذاك كان مكتبنا، وفي الشوارع كان هناك نحو 10,000 شخص ينصبون المتاريس ليعيقوا تقدم القوات المتجهة إلى محطة البث، لأن الروس كانوا يتقدمون بدباباتهم. في تلك الأثناء كنا نفكر في خياراتنا. لم نكن نتوقع أننا سنستمر في البث لوقت طويل. لقد رأينا ما حدث في الانقلابات العسكرية في أفريقيا. محطات الإذاعة والتلفاز هي أول الأماكن التي يتم احتلالها، وبعدها تتم إطاحة الرئيس. زملاء أنا ورفاقنا المواطنين تلقينا رسالة من ألكسندر دوبتشيك في مقر اللجنة المركزية. إنه يطلب منكم الحفاظ على هدوئكم وعدم الإقدام على فعل متهور. إنه يطلب منكم تحمل الوضع برباطة جأش. لا تعطوهم سببا لاحتلال مركز البث. المحطة في الوقت الحاضر لا تزال في أيدي أمينة. استغرق الروس نحو 2 ساعة للوصول إلى المبنى. واصلنا الركض بين النوافذ ومكبرات الصوت ذهابا وإيابا حتى نبلغ المشاهدين بما كان يحدث في الشارع. لكن عندما رفض الحشد الواقف أمام المبنى التحرك محاولا حماية مركز البث، أطلق الجنود النار
مسددين رشاشاتهم إلى نوافذنا. عند نحو الساعة 9:30 وجدنا الروس أخيرا وأجبرونا على إيقاف العمل. ظهر جنود مسلحون خلفي ومصور استوديو البث المباشر وجه آلة تصويره خلفي ليري المشاهدين الرشاشات التي في ظهري، وخلال ذلك صرخ الضابط الروسي في وجهي وأمرني بإيقاف العمل فورا، لكني أمسكت طاولتي بإحكام واستمررت. أثناء البث المباشر كانت هناك مكالمة لي، ولكني بقيت عند مكتبي لأنني شعرت أن علي الاستمرار، فإذا نهضت فإنهم سيجرونني بعيدا، لذا تمسكت بطاولتي. فصرخوا قائلين من غرفة التحكم: تعالي إلى هنا، هناك مكالمة لك، المدير على الخط. نهضت ودخلت غرفة التحكم وأمسكت السماعة. سمعت صوت المدير يريكا بيليكان، قال: كاميلا، أنا أطلب منك أن تنهي البث. وأجبته: إنهم يجبرونك على فعل هذا يريكا، أليس كذلك؟ فقد قل نعم أو لا، وقال نعم، لكنني كنت مصممة على الاستمرار، فذهبت إلى المكتب ثانية وجلست إلى مكتبي وتمسكت به بشدة حتى لا يتمكن من جري بعيدا عن الميكروفون. إقامة الحواجز قد تثير نزاعا لا جدوى ولا ضرورة له في الوقت الحاضر، وستسبب خسارة كبيرة في الأرواح فقط. أطلق الروس النار على النوافذ، وعندما اقتحموا المبنى أخيرا وقفنا في الاستوديو وأبلغنا المستمعين أننا سنتوقف عن البث المباشر لبعض الوقت. منتج الاستوديو هرع ليغلق النوافذ، ولكني قلت له: هل أنت مجنون؟ افتح النوافذ كلها، الضجة في الخارج هي الخلفية التي نحتاج إليها لننقل الوضع بدقة. أصدقائي الأعزاء، الفرق العسكرية تقترب من مركز البث وتطلق كاشفات ضوئية وذخيرة حية، إنها تقترب على امتداد الشارع وتبعد حاليا عدة أمتار فقط عن مدخل مركز الإذاعة. على الأرجح لن نتمكن من البث المباشر أكثر من هذا. أصدقائي، هذا بلدنا، وزمام الحكومة سيعود إلى أيدينا ثانية بالتأكيد. نعم، وعندها اقتحم الجنود الاستوديو، وضع عاملنا التقني النشيد الوطني لينهي البث. طبعا لم يكن لدينا أدنى فكرة عما سيحدث. كان يمكن أن نقتل ونحن نعبر الشارع، كان الرصاص يتطاير في كل مكان. عبرنا الطريق وبدأت أصرخ. خطرت لي فكرة صورة ما، كنت جاثيا هنا خارج المركز فوق هذه البقعة بالضبط. كانت صورة نجمة على واجهة مركز البث التشيكوسلوفاكي وناقلة جنود روسية مدرعة أمامه. كنت أركز على المشهد وأوشك على ضغط مصراع آلة التصوير عندما ظهر صبي في الصورة. وقف أمامي مباشرة وهو ينظر إلى الجنود. دفعت ساقه لأبعده عن طريقي، لكن بعد لحظة انطلق أحد الرشاشات وأصاب وابل من الرصاص الجدار على يساري، وثبت في حين سقط الصبي، وأدركت أن الروس كانوا يطلقون علي أنا. هرع الناس على الفور ليساعدوا الصبي المسكين، كان قد أصيب في بطنه وكان الدم يتدفق منه. حملوه وأخذوه إلى المنزل رقم 15. يؤلمني أن أفكر أن صبيا مات بسببي من أجل صورة حاولت التقاطها دون أن أفلح. تلك أسوأ ذكرياتي عن الغزو. كان المظليون خارج أبواب مكاتب التحرير المتعددة ولم يستطع أحد الدخول. كنا نركض في الممرات ذهابا وإيابا،
كنا مقتنعين أن هذه كانت النهاية حقا، لكن بعد ساعتين تمكن التقنيون الذين عملوا سرا من إقامة استوديو صغير في الرواق. من هناك استقبلنا إشارة وأرسلنا البث للمحطات الأخرى. نجح ذلك لبعض الوقت. في الوقت نفسه فكرنا ماذا ستكون الخطوة التالية. وضعنا جدولا للمحطات عبر البلاد حتى تنضم إلى برنامجنا. بعدها أرسلنا مراسلين إلى كل أنحاء الجمهورية لنبلغ المحطات متى وكيف يتولون أمر البث. سجلنا سرا أغنية اسمها Prayer for Martha، صلاة لمارثا. كانت كلمات الأغنية قد أحضرت توا إلى الاستوديو. جمعنا بعض الموسيقيين وسجلناها على شريط. ارتديت سروالا فضفاضا لإخفاء الشريط، وبعدها بث الشريط عبر إذاعاتنا البدائية في كل أنحاء البلاد. وكانت توقف الأغنية حين ترصدها الشرطة السرية، ولأن الروس كانوا يجوبون براغ بالكامل باحثين عن أجهزة الإرسال. أحياناً كنا نتمكن من بث الأغنية بالكامل ونخفق أحياناً أخرى، لكنها كانت محبوبة. وأينما ذهبت كانوا يسألونني إن كانوا سيسمعونها ثانية، وكنت أقول لهم نعم ما دام النظام يعمل. قدرك بين يديك ثانية، الحكم الذي ضاع عاد ثانية لكم، للشعب، لكم. الكلمات مأخوذة من صرح يان هوس. وعندما سمعت الأغنية ثم رأيت الدبابات وقارنتها بالكلمات، أصبح الأمر وكأنه تصريح سياسي، وقد أحبها الشعب. لينين استيقظ، لقد جن بريجنيف. نعم لقد لعبت الفكاهة دورا هاما. كانت هناك دعابات كثيرة، ومنها الدعابات الذكية مثل تخيلوا حتى خزائن البنك المركزي تحرسها الدبابات الروسية الآن. على الأقل كان بإمكانهم ترك العمل لنا. عندما أنظر إلى صور أولئك الجنود التي التقطت المئات منها، أستطيع تلخيص الأمر كله بكلمتين: الخزي والعار. عيونهم تتفادانا. قابلت شابا في 21 من أغسطس، كان سائق دبابة، وقد صدمني لأنه كان صغيرا حقا. فعندما رأيته سألته بالروسية عن عمره فقال عمري 18 عاما، اليوم عيد ميلادي 18. ثم همس قائلا أريد ماء. وهكذا أحضرت كوبا من الماء لهذا الشاب، ولأنه لم يسمح لي بلمسه وضعت الكوب عند قدمي. هذه هي الذكرى التي أتذكرها عن ذلك الصبي. كانت هناك دبابات روسية وجنود. سألت الجنود لماذا أنتم هنا؟ وفي الحال ردوا علي بسؤال قائلين ماذا تفعلين أنت هنا؟ أجبتهم أني ضيفة. أما هم فلم يكن لديهم أدنى فكرة عن سبب إرسالهم وما جاءوا لفعله. Thank you.
جوزيف نوفوتني ذو 15 عاما، موزع أثاث، جاء لعمل في العاصمة براغ صبيحة الغزو. إنه فتى متحمس عاد إليه شرف إنقاذ العلم الوطني من التدنيس على يد جنود أجانب. كان المفروض أن أوصل الأثاث إلى هناك، ولكن المتاريس كانت تقطع الشارع، لذا ركنت شاحنة الأثاث في الشارع الجانبي وذهبنا لنرى ما كان يجري. هنا عند مدخل مركز البث رأيت صبيين ميتين، وكان هناك إطلاق رصاص، وكانت الدبابات تدوس على كل شيء. هناك عند التقاطع كان يوجد حاجز، وهناك حدث الأمر. كانت هناك حافلة عند المفرق وقد سحقتها الدبابة، ورأيت علما ملطخا بالدماء على الأرض. خطفته بسرعة وأنقذته قبل أن تدوسه الدبابة. في اللحظة التي حملته فيها أطلق جندي روسي كان في الدبابة النار علي وأصابني في ذراعي. وضعت العلم تحت ذراعي الأخرى واندفعت لأحتمي من الرصاص. الجميع كانوا يركضون ويتعثرون بعضهم ببعض. كان الرصاص يطلق في كل مكان، العمود هنا في اليمين والسيارات هناك كانت تحترق. وحين انفجرت سيارة الذخيرة في ذلك الوقت، كانت هناك صيدلية عند المدخل وقذفت بي قوة الانفجار إلى الجدار. أصبت بارتجاج حاد وبعدة إصابات داخلية خطرة. هذا أنا. وذاك هو العلم. كل ما أردت فعله هو إنقاذ عالمنا الوطني. لم أستطع أن أسمح لدبابة أن تدوسه، لذا قفزت لأمسك به، وبسرعة أصبت برصاصة. بقيت في مكان سقوطي. هذا يشبهه كثيرا. انظري، ربما كان هذا هو المكان. نعم، أتينا من ذلك الاتجاه، كان شارعا مرصوفا كهذا. وذاك هو المتنزه. نعم، أنت محقة، أتينا من هناك، وظننا أننا سنكون بأمان خلف ذلك الباب. نعم، ظننا أننا سنكون بأمان. كانت هناك حشود من الناس خلفنا، كانوا يبحثون عن مكان آمن، لأن الجحيم كله اندلع في ذلك المكان. كان الناس يركضون نحو السينما. توقفت لأن صبيا وقع أمامي. رأيت رصاصتين في ساقي. حاولت حمايته وغطيته بجسدي، وشعرت بشظايا حجر متطاير يضرب ملابسي. أمسكني هوبرت وركضنا. كنا قد قطعنا نحو 5 أمتار عندما توقف فجأة وسقط بين ذراعي. كان شاحبا وكان الزبد يغطي شفتي. أمسكت به وجررته بكل قوة إلى المدخل. طلبت مساعدتهم لكن أحدا لم يفتح الباب. وصلت إلى الباب الذي ظننا أننا سنكون آمنين عنده أخيرا، لكننا كنا مخطئين. فرعت الجرس ثم صعدت. كان هناك الكثير من الناس في الداخل. تركته هنا وصعدت الدرج. كنا بحاجة ماسة إلى الاحتماء، فالرصاص كان عشوائيا. قيل لي إن هناك سيارة إسعاف مركونة في مكان ما. هرعت إلى الشارع وبدأت أصرخ. كان الرصاص حولي وهوبرت يموت بين ذراعي. كان شاحبا وجسده كله مغطى بالدم. أخيرا وبمساعدة شاب تمكنت من جر هوبرت إلى سيارة الإسعاف. حتى إننا لم نكن قد تبادلنا القبل. كان قد وصل في المساء وجاءت الدبابات في الصباح. عندما تفكر في الأمر تجده غير معقول. أردنا فقط أن نتقابل، كنا صديقين بالمراسلة وأحببنا بعضنا، ثم واجهنا هذه التجربة الرهيبة.
أسرعت سيارة الإسعاف حاملة الألمانية المحتضر والأوكرانية الباكية إلى مستشفى جامعة تشارلز، حيث اعترضت دبابة الطريق. مات سائق الشاحنة إثر الاصطدام. في آخر لحظة وصلا إلى المستشفى في سيارة إسعاف أخرى. كانت الرصاصات قد مزقت أحشاء. الفريق الجراحي عمل لإنقاذه حتى الساعة 6 مساء، ثم سمح لي الطبيب برؤيته لأن هوبرت ظل ينادي باسمي أثناء العملية. قدر الطبيب أن هوبرت سيعيش إذا لم يحدث التهاب في جراحه لمدة أسبوع. طوال ذلك الأسبوع صليت كما علمتني جدتي عندما كنت صغيرة، رجوت الرب أن ينقذ حياته. كانت تأتي كل يوم، حتى إنه سمح لها بالنوم في المستشفى، الأمر الذي كان مفاجئا. عندما دخلت ورأيته وأنابيب كثيرة في ذراعي، أغمي علي ولم أذكر شيئا بعد ذلك. ألبسوني زي ممرضة واستعدت ملابسي في الصباح التالي. لم يعلم أحد أني كنت روسية. قادة الحزب الذين اندفعوا إلى موسكو بحماس أجبروا على الاستسلام، ووقع أتباع دوبتشيك من المصلحين الشيوعيين معاهدة موسكو المزعومة. عاد الرهائن إلى بلد يتيم، أكثر من 100,000 تشيكي من بينهم الكثير من الكتاب والمفكرين غادروا وطنهم، والذين بقوا ظلوا يدعمون ألكسندر دوبتشيك، لكن روح التفاؤل تم سحقها. عندما سمعنا أن ألكسندر دوبتشيك وقادة آخرين لحركة ربيع براغ عادوا من موسكو، علمنا أن دوبتشيك بدا مريضاً، ربما لأنه تعرض لنشاط إشعاعي. ذكرت الإشاعات أنه أخضع للطاقة المشعة في روسيا. لقد أخذوه وهو مكبل بالأصفاد، لذا من المستبعد أن يكون قد استمتع بوقته في موسكو. كلهم أجبروا على توقيع معاهدة موسكو. لذا فكرنا أن نذهب ونطمئن عليه ونأخذ له بعض الورود ونزوره. باسم زملائي أود أن أشكرك وأؤكد لك ولاءنا. شكرا، أنا معجب بك حقا ومنذ زمن. شكرا جزيلا. الاحتلال من قبل نصف مليون جندي لا يمكن إلا أن ينجح طبعا، لا يمكن صد مثل تلك القوة، ولكن على الصعيد السياسي فقد كانت كارثة تماما، حتى إنهم لم يتمكنوا من تأسيس حكومة من المتآمرين. نقل الروس كبار القادة إلى موسكو ووضعوا الآخرين في السفارة السوفيتية، حيث أجبرهم السفير تشيرفونينكو على تشكيل حكومة العمال والفلاحين التي زعموا حينها أنها دعت الجيوش الإخوة لتحتل البلاد. ولكن حتى أسوأ المتآمرين لم يرغبوا في ذلك، لأنهم رأوا مدى وحدة الشعب في معارضتهم الغزو. من وجهة نظر سياسية هزمت الإذاعة الدبابات، لكن عسكريا لم يكن هناك منافس لها، والمحبط كان تمركز القوات السوفيتية في ميلوفيتشي التي تبعد 35 كيلومترا فقط عن براغ إلى جانب الكثير من المدن الأخرى، لذا شعر الشعب أن مقاومتهم بلا جدوى. عقب الغزو تمت إقامة 70 حامية عسكرية سوفيتية في تشيكوسلوفاكيا، وبحلول أواخر الثمانينيات كان هناك مئات الآلاف من القوات السوفيتية المتمركزة في البلاد، وكان هناك موقع سري سوفيتي للأسلحة النووية شرقية براغ يحوي صواريخ كانت كافية لتدمير جزء كبير من أوروبا. لقد أراد الاتحاد السوفيتي أن يمركز الأسلحة النووية في تشيكوسلوفاكيا لملء فراغ عسكري، وقد حقق هدفه،
بالنسبة إلى جنرالات موسكو، فإن تركيز الأسلحة النووية في تشيكوسلوفاكيا كان سبباً كافياً للاحتلال. مشعل بشري على درج المتحف الوطني في براغ هز الأمة والعالم بعد نصف سنة على الغزو. يان بالاخ طالب الفلسفة البالغ من العمر 20 عاماً أضرم النار في نفسه احتجاجاً على موقف بلده السلبي إزاء ما يحدث. رأيته في المستشفى محترقاً بشكل رهيب. هل زرت يان بالاخ في المستشفى؟ نعم زرته، رأيته ملفوفا بكل تلك الضمادات. كان الأمر مريعا جدا، خاصة إذا كان لك أطفال. لا أريد أن أتحدث في الأمر. أمضيت يومين هنا حتى مات يان بالاخ، وعدت لزيارته في اليوم الثاني. لقد أضرم النار في نفسه بعد نصف سنة على تاريخ 21 أغسطس. أمضيت الليالي مع الطلاب، وهنا عند النصب التذكاري حيث نصب الطلاب خيامهم. كان عندي 3 أبناء، وكان هناك أمر واحد أردت أن أمنعه بشدة. 10 تضحيات بشرية تم الإعلان عنها، وكل منها كانت احتجاجاً على المقاومة البائسة للتطبيع المزعوم للبلاد. مات بالاخ أولاً، وأردت أن أمنع الآخرين من تقليده. لهذا السبب أمضيت ليلتين مع الطلاب حتى مات يان بالاخ. كان ذلك جنونياً، ومجرد ذكر ما حدث يجعلني أرتعد حتى اليوم. أنا أشعر باستياء رهيب عندما أسمع أن تضحية أحدهم كانت بلا جدوى. هذا غير صحيح، كان يان هوس العصر الحديث. لماذا أضرمت النار في نفسك؟ لأحتج على ما يحدث. أريد أن أهز الشعب وأدفعه للتحرك. ماذا سيتطلب الأمر لإيقاف الانتحار؟ إنها الرقابة. ماذا تعني؟ من واجب الإنسان أن يحارب الشر بكل قواه. أيتها البقرة الغبية موشكوفا، لقد تملقت الطلاب، وأفكارك المناهضة للثورة حركت الشعب ثانية. صدقيني لن تنجي من العقاب. أنت الخائنة والمناهضة للثورة من تتحمل لوم إنهاء يان بالاخ حياته عبثا. وتلقينا ملحقا صغيرا، الاتحاد السوفيتي سيعاقبك. وهذا بريد معجب آخر. عزيزتي السيدة موشكوفا، أرجوك لا تتركي هذه الرسالة قبل أن تقرأيها حتى نهايتها. اسمحي لي أن أتحدث باسم الجميع وأخبرك من أنت حقا. أنت وحش فاشي قبيح، أنت يهودية حقيرة، وقحة وقذرة. يبدو أنه ليس أمامنا خيار إلا أن نهشم وجهك الوقح حتى لا يظهر ثانية على التلفاز، وإلا فلن ننعم بالسلام منك. صديقك المخلص أندري لافكا. الشباب اليوم يحبون الرياضة، ولكن الإرث العدواني ألقى غطاءه حتى على العلاقات هنا. بعد نصف عام من الاحتلال أصبحت رياضة هوكي الجليد أداة للانتقام من الإذلال الوطني. خسر الاتحاد السوفيتي أمام تشيكوسلوفاكيا، وخلال الابتهاج الذي أعقب ذلك تم تهديم المنشآت السوفيتية. هددت موسكو بإعلان قانون الطوارئ، وأمر دوبتشيك الشرطة باتخاذ خطوات صارمة لمنع العنف. وفقا للقانون، فإن التخريب والإهانات الموجهة إلى المواطنين وممثلي الاتحاد السوفيتي وإلحاق أضرار بمساكن القوات السوفيتية هي أفعال غير لائقة بالرياضة. بعدها أصبح دوبتشيك ينادي بالتطبيع، كلمة تشير إلى عودة بائسة ونهائية للنظام القديم. السنوات التي أعقبت ذلك فرضت السيطرة،
بالنسبة إلى مؤيدي حركة ربيع براغ، فقد حرموا من العمل والكتابة والدراسة والاجتماع. أعرف هذا الطريق جيدا، كنت أسلكه غالبا عندما اضطررت إلى العمل كسائق سيارة أجرة. في عام 1968 كنت قد بدأت دراستي في أكاديمية التصوير في ميونخ. عندما عدت من الغرب كان التطبيع مسيطرا ولم أستطع إيجاد عمل، ولكن لأن الجميع كانوا مضطرين إلى العمل في تلك الأيام قدت سيارة أجرة، وقد قابلت الكثيرين من الأشخاص المهمين يفعلون الشيء ذاته. كثير من سائقي سيارات الأجرة كانوا مفكرين وأطباء ومهندسين. رئيسنا كان يحتفظ ببطاقاتهم بفخر تحت زجاج مكتبه. كان لديه أهم الأدمغة في البلاد في قائمة موظفيه، ولكن لأن التطبيع لم يحسب حسابا للمكانة فقد انتهى أمرهم مثلي أو أسوأ. حتى إنه كان من بينهم مشاهير مثل المقدمة التلفزيونية كاميلا موشكوفا أو ييريدين سبير وزير الخارجية، عمل كعامل مرجل، وفاكلاف هافل أجبر على العمل يدويا في مصنع جيعة، والكاردينال فولك عمل في تنظيف النوافذ. اضطررت إلى ترك التلفاز بشكل طبيعي. حياتي المهنية هناك انتهت. بعدها حاولت العمل كعاملة تنظيف، وكنت أنظف الدرج في المباني والشقق. التقط أحدهم صورة لي وأنا أحمل الدلو والممسحة، ونشرت الصورة في ألمانيا في مجلة شتيرن كما أظن. السيدة الأولى في التلفاز التشيكوسلوفاكي تعمل عاملة تنظيف الآن. عندما بدأ الاستجواب استدعتني الشرطة السياسية لأني سمحت لهم بتصويري لمجلة شتيرن. أنا حقا لم ألاحظ ذلك، ولكن الاستجواب السياسي بدأ في جميع الأحوال. في أحد الأيام رأيت إعلانا في سيارة ترام يطلب عمال تنظيف للمكاتب. تقدمت للعمل، ولكن قيل لي إنه لا يسمح لي بتنظيف المكاتب لأن المكاتب فيها هواتف ومعدات اتصال. لذا في النهاية أمضيت 10 سنوات في إلصاق أكياس بلاستيكية. ضغط الرقابة لم يبدأ مباشرة، سمح لي بإنهاء فيلم لاركس أون أسترينج، ولكن عندما انتهى الفيلم وضعت الاستوديوهات تحت إدارة جديدة. اختفى فيلمي في القبو ولم يسمح لأحد برؤيته إلا لموظفي الحزب بالطبع، وقد كانوا غاضبين لأنه فيلم مرح وهم لا يحبون المرح. تضاءلت خياراتي وأصبحت حياتي صعبة، فالقوى الجديدة كانت تتزايد، وفي النهاية وجدت نفسي موظفا في استوديو باراندوف ولكن من دون عمل أفعله. كان ذلك الانتقام الساخط للذين لم يقدروا الموهبة وعاقبونا لأننا فنانون. ذاك كان أسوأ شيء، ليس أن بريجينيف أو هوزاك كانا خلف ذلك، لا بل أناس من شريحتنا نفسها. أصبح الناس سلبيين وتحولت الصحف إلى ورق لف. لم يعد أحد يهتم بالسياسة. سيستغرق الأمر 2 عقدين من الزمن قبل أن تحظى الحرية وكبرياء البشر بفرصة أخرى في قلب أوروبا، وقبل أن تجرب الأمة الحيوية والنشاط اللذين شعرت بهما أيام حركة ربيع براغ. ليحل السلام في هذا البلد، عسى أن يزول الغضب والحسد والشقاق. قدركم بين أيديكم ثانية. الحكم الذي ضاع سيعود ثانية،
لكم، للشعب، لكم. في يوم الثلاثاء كنت لا أزال عامل مرجل، ولكن في ساحة وينسيسلاس طالب حشد يتألف من مليون شخص بأن يشكل منتدى المواطنين الحكومة، وكان علينا أن نحقق ذلك. في يوم الثلاثاء كنت عامل مرجل، وفي يوم السبت كنت وزير الخارجية. لقد حان وقت الثورة. في يوم الاثنين تسلمت وزارة الخارجية، وهو قصر شيرنينسكي الضخم الذي يضم 1800 موظف. وأول شيء كنت أنوي فعله هو التفاوض على انسحاب القوات السوفيتية. كان ذلك نجاحا هائلا. وعندما جلست مع غورباتشوف في الكريملين في سبتمبر عام 1991 قال لي: ظننا أننا سنخنق ربيع براغ، لكننا خنقنا أنفسنا. تغير كل شيء. مع أنني كنت شابة جدا، إلا أني كنت قد اكتشفت سلفا ثمن الحياة وقيمة العواطف. عندما بدأ هوبرت يشعر بالتحسن، أخذ ورقة وبدأ يرسمني وأنا جالسة قرب سريره. ذلك الإحساس رافقني طوال حياتي. لو أن علاقتنا استمرت في ذلك الوقت، فمن يدري كيف كانت ستكون حياتي أو حياته. سحقت الدبابات كل شيء. وعندما حان وقت عودتي إلى الوطن، قال الطبيب: عندما تخرجين لا تنظر إلى الخلف، وسيكون كل شيء على ما يرام. ولكن طبعا لم أستطع فعل ذلك. مشيت إلى الباب واستدرت، وانظروا ماذا حدث. مرت 40 سنة.